150 فردا من الصيادين التقليديين من أصل 1024 مكونا تتخرج من الأكاديمية البحرية بعد أن تلقت تكوينا على حرف الصيد التقليدي في مراكز بلواخ وأفرنان ونواذيبو. وقائع حفل التخرج الدفعة الجديدة شرت بحضور قائد الأكاديمية البحرية وممثل وزارة الصيد والاقتصاد البحري وممثلة مشروع تراكس برومو بيش الشريك الفاعل في عملية دعم تكوين الصيادين إضافة إلى العديد من المدعوين. لقد استفادت هذه الدفعات من تكوين قاعدي على التحمل والانضباط وروح العمل الاجتماعي لمدة شهر، ذلك من أجل القيام بعملهم على أحسن ما يرام، كما استفادوا من دروس نظرية حول السلامة البحرية والصيد المسؤول وأجهزة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى تكوين تطبيقي على متن سفن تابعة للمركز، حيث يقومون كل يوم بالخروج للبحر وتطبيق ما تلقوه نظريا، بينما تتم عملية التربص والدمج بالنسبة لهؤلاء الخريجين طبقا لبرنامج معد من قبل الأكاديمية البحرية والفاعلين في قطاع الصيد التقليدي والشاطئي. دفعة الأكاديمية البحرية الجديدة تمرنت خلال التكوين على مهارات مختلفة في فن ومجال الصيد التقليدي، وتعد واحدة من أهم الدفعات التي ينتظر أن تشكل إضافة نوعية في هذا المجال. يدخل هذا التكوين في إطار قرار مرتنة الصيد التقليدي الذي تبنته الوزارة في إعلان السياسة وتخطيط قطاع الصيد والاقتصاد البحري لفترة 2022-2024 طبقاً لتوجيهات برنامج أولويات الموسع لفخامة الرئيس السيد محمد الشيخ القزواني، الذي يولي أهمية خاصة لمكافحة الفقر والحد من البطالة. ممثلة مشروع تراكس برومو بيش الشريك في عملية تكوين دفعة الأكاديمية البحرية أعربت عن سعادتها بتخرج هذه الدفعة التي تلقت تكوينا جيدا في مختلف التخصصات التي ستحتاجها لمزاولة عملها. ضيوف الحفل سلموا الخريجين من الأكاديمية البحرية مبالغ مالية تشجيعا لهم، إضافة إلى إفادات التكوين إذانا بدمجهم في قطاع الصيد التقليدي.